الست بتحب تحس انها بيتغار عليها والا مش هتحس بانوثتها. ده منطلق في غيره الست. مدمره صح، في غيره مدمره. ما هو دي اللي انا بتكلم عليه. ياسمين بتهز راسها مدمره لانه استعباد. كان بيغير. لا استعباد. انا بشوف ان هو استعباد، هو اتملكني ان هو مستعبدني، وانا اعتقد ان يعني زمن العبيد انتهى. استعبدك يعني ايه؟ هو زي ما يكون اتملكني، اشتراني، هو عايز اعمل كل حاجه على هواه وهوى مامته قبل منه. يعني انا ربنا كان وعدني بحمل اللي هي الستات القادره الجامده جدا، اللي هي من اول يوم يعني حتى ما جت اتكلمت في ظروف مثلا الماديات بتاعتها، وان هي هتجيب ابسط مثال الشبكه على قدها، الشبكه اللي هو الدبله وخاتم، فخلاص دي مثلا قيمتك او قيمه ابنك. تمام. مامتي طبعا عشان ما ينفعش وعايزه تكبر ببنتها وكده، وايام الجامعه اي بنت بيبقى معاها ذهب، ماما طبعا اضطرت دفعت من معاها، دفعت اقسم بالله، وجابت لي حاجات عشان تفرحني زي اي بنت. المصيبه هنا بدات ان انا بعد ما دخلت على طول حماتي جت تقول ان هم عندهم ديون ومديونين، هي محتاجه الشبكه كامله. خدتها؟ فانا قلت لها حاجتكم انا ما عنديش مانع فيها، وحاجتي كمان، بس تستاذني صاحبه الشان اللي هي مامتي. يعني ما ينفعش ماما تيجي تاني يوم تلاقي حاجتها مش معايا. ماما وافقت؟ لا طبعا ماما رفضت، وكانت من هنا المشكله بدات. علقه؟ علقه طبعا. ما ينفعش انت ما بتقفيش جنب جوزك ليه؟ الست طب انا قلت لكم خدوا الحاجه بس استاذني. انا عايزه اعرف، نزلت من الاول، اتنزلت. عايزه اعرف الراجل اللي هو بيصبحك، حرفيا بيصبحك ويمسكي بعلقه، ده لما انت طلبتي الطلاق عمل ايه؟ رفض جدا طبعا، رفض وهشوهك بميه نار لو كنت لحد غيري في يوم من الايام. انا مش اتجوزتك وعملت كل ده عشانك واتدينت وجهزت بيت، ده انا ما هو بقول لك هو شاف ان هو استعباد، خلاص انت اتملكتني. فانا كنت بحاول اتلاشى. رفعتي أموري. قضيه؟ رفعت قضيه واتطلقت من المحكمه، اتطلقت يعتبر من اول جلسه. عملي بعد ما كسبتي القضيه؟ اسم على النت والفيس بقى، منشورات وصفح وبصات، ويتكلم ان هو اصلا الطلاق ده باطل، مفيش حاجه اسمها طلاق خلع طالما انا ما حضرتش معاكي في المحكمه وما طلقتكيش. ويوم ما تفكري ان انت تتجوزي حد او حد يجيلك فده باطل، وانا مش هسكت، ده انا هضطر ارفع عليكي قضيه زنا. يعني وصل بيه الامر ان دماغه وعقله. طب الولاد يعني يعني الولاد مش شافع؟ الولاد هي اللي اتدمرت في النص، انا خدت الولاد وبعدت بيهم. يعني عايزه اتكلم على الايه، المأساة الأكبر، الولاد. المأساة الأكبر إن هي الولاد دلوقتي موقفهم إيه؟ علاقتهم بيه عاملة إزاي؟ وضعهم إيه؟ الولاد تقريباً ما يعرفوش أبوهم أصلاً ولا شافوا شكلهم، لأن أنا بقول لك البنت كانت صغيرة والولد أنا كنت حامل فيه. ما بيتواصلوش معاه خالص. هو ما بيسألش، أختي حاولت معاه أكتر من كذا مرة، والرسائل موجودة عندي على التليفون، إن هي تطلب ويشوف أولاده، وناخد الأولاد نروح نودهم لعنده عشان يشوفهم، لأن الولاد كبرت، بابا فين؟ إحنا بنقول بابا مسافر. احنا ما بنكرههوش وبيكلموه دايما بالتليفون. وبعدين فجاه بقى عايزهم؟ فجاه لا مش عايزهم خالص، فجاه بقى النفقه. انا ما ادفعش نفقه، مش انت مثلا ما خدتيهم، شيلي مسؤوليتهم، اتحملي بقى لوحدك. هم راحوا له ازاي؟ انت قلت لي في الفاصل ان هم حاليا معايا. مظبوط. هو حاليا معاه من 6 شهور بس. طب لكن زي؟ من 7 سنين ما كانش شافهم ولا يعرفهم. يعني ولما شافوه من 6 شهور ما كانوش يعرفوا ان ده ابوهم. يعني من 6 شهور خدهم ازاي؟ خدهم ازاي؟ عمل لعبه قذره جدا، لعبه سيئه، جاب اصحابه اتحدوا عليا، اللي هو اتحاد الشياطين زي ما انا بسميه، او كل اللي حواليا بيسموه، لان انا كنت بنت لوحدي في النص. هو طول الفتره دي انا رافعه طبعا نفقه لينا، ما فيهاش مشكله، انا ما خدتش حقوقي، انا رجعت بيتي اجيب فرشي وحاجتي عشان اسكن ولاده عليه، لان احنا انا ماشيه من غير حاجه. فعمل ايه هو واصحابه؟ لقيت حماتي الاول غيرت كالون البيت، مفيش فرش مفيش حاجه، اضطريت اتجه ان انا اشتغل اربي الولاد، كبرت الولاد، الولاد بقوا زي الفل، واهلي شالوهم معايا، مامتي واخواتي. بعد كده النفقه بقت مبلغ متجمد كبير جدا، يعني عدت 60-70 ألف جنيه في المحكمه. هو مش عايز يدفع، هي لو عايزه تديني الولاد وتتنزل عن النفقه وخلاص، وكل واحد عمل ايه هو واصحابه؟ هقول لك عمل ايه. الاول جاب ولاد عمه، عنده ولاد عمه بلطجيه معروفين في البلد ان هي يعني بس، فاتفقوا احنا اهم حاجه دلوقتي هنجيبها هي ومامتها عليا، هنخطفهم ويتنازلوا عن العزال ويتنازلوا عن اي حقوق والنفقه والكلام ده ونمضيهم. والرسائل جات لي بعد كده، هو بيوريها لاختي ان انا عشان ارجع عشان ايه يعني اخاف منه. بعد كده قالوا له، قال لا احنا عاوزين الولاد وهي تتنازل عن النفقه، فرفضت اديله ولادي، خلاص دول عيالي انا. هو معلش الاب مش اللي بيخلف ويرمي. ايوه صحيح. بعد كده صحيت من النوم لقيته حاطط بوست على النت بالولاد وبيا، يعني هو ما كفهوش طول ال7 سنين بيشهر بيا، لا حط ولاده معايا، ان انا كأم انا اللي عامله الصفحه وبحط للاولاد دول للتجاره للبيع. للبيع؟ الولد ب15 ألف في اليوم والبنت ب20 ألف، مش للبيع كمان، للتجاره. اي راجل جاي من الخليج، اي حد محتاج اطفال، انا عرض اولادي للبيع. ودي كانت من هنا الصدمه، دي كانت اكبر صدمه في حياتي. خدت البوست وخدت تليفوني وطلعت على مباحث الانترنت العباسيه، عملت محضر وبلغت عن الواقعه
وانا عارفه ان مفيش لسه حد، انا شايفاه مشترك على الصفحه، الصفحه كانت معموله عشان يعني ما عليهاش اي حاجه غير صوري وصور ولاده للبيع. للاسف، وتركيب صور وفبركه صور، وعملت محضر. الولد ب15000 والبنت بكام؟ ب20000 في الليله، 6 سنين اللي انا بكلمك عليهم اطفال، 6 سنين. عملت المحضر ورجعت بيتي مفيش اي حاجه، فجاه لقيت الاسم اللي انا تابعه له هو عامل لي ضبط واحضار، هو ابوه طبعا في الفتره دي هو عليه 12 حكم. اضطر يدخل الجد في الموضوع عشان يبقى هو بعيد عن الموضوع. جايين ياخدوني مطلعين لي اذن نيابه، جايين ياخدوني انت حاطه الاولاد وبتبيع الاولاد. طبعا ما فيش الكلام ده، فيش ام بتعمل كده. ورحت وتحقق معانا وتحقق مع الاولاد، خلاص بس كلها الصبح تتعرض انا بقى تمشي مفيش اي مشكله. رحت لقيت بقى في توصيات وفي ناس بتساعده جنبه وكل حاجه، الاولاد لا مفيش الكلام ده، مفيش ام بتعمل كده، محدش مصدق، محدش عامل. خد الاولاد، خد الاولاد بمساعده ابن تقريبا عمه. خدهم بالظبط في شهر 8، 15/8، من 6 شهور. من 6 شهور انا ما شفتش ولادي لحد الان، ما شفتيهمش. بقالك 6 شهور، بقالي 6 شهور دول كانهم 6 سنين، لان انا بقول لك انا مربيهم 7 سنين معايا. طبعا انا دلوقتي ان انا بتساوم عليهم عشان النفقه، انا متنازله عن النفقه قدام كل الناس، متنازله عن كل. انا عايزه ولادي، انا مش عايزه غير ولادي. يعني هو واخدهم عند، للاسف هو مش فاضلهم، هو واخدهم عنده هو وامه. الاول خدوا فرشي وخدوا حاجتي وما بتشوفيهمش خالص، ما بشوفهمش نهائي. مره واحده عرفت ان هم عند البنت فاقده النطق، ما بتتكلمش من كتر ما قالت ماما ماما ماما، مفيش حد بيرد عليها. رحت اشوفهم عند المدرسه هي واخوها، وشفتهم بالفعل. ورحت الولاد مش فاكريني، الولاد متدمره، بتاخد منومات ومهدئات وعلاجات نفسيه. عرض اولاده للكشف الطبي الشرعي لما اتهمني فيهم عشان اقدر اخرج من التحقيق، او اقدر اطلع من التهمه اللي هو متهمني بيها ان انا بتاجر مش ببشر، باولادي. اللي انت بتقوليه ده كارثه يا ياسمين، ده مصيبه، كارثه مصيبه. بقيت اقول له كل النيابه، لو ولادي فيها خدش مش يعدمني، قطع مني. يعني الام ممكن تحارب الدنيا كلها عشان ولادها، دول حته منها ما عمرها، يعني ممكن تعمل اي حاجه في نفسها عشان ولادها، انما ما توصلش. قلت له اولادي دول من سنتين ثلاثه كانوا لسه بيسحفوا، اول ما يمشي والبنت اول ما تمشي. وبعدين انت بتتكلم على ولد، انت حاليا رافعه قضيه عشان تستردي الولد. رافعه قضايا كتير، ومعايا ورق من النيابه نفسه يستبعد اي شبهه جنائيه ضد الام، والصفحه مش صفحتي. انا النهارده ما خدتش ولادي ليه؟ وكيل النيابه قال لي وعد مني انا الولاد كشف الطب الشرعي يجي سليم اسلمك الاولاد. رحت استلم الاولاد، قالوا لي لسه مش هينفع دلوقتي، هو الاب عمل كل ده عشان تاخدي الاولاد منه تاني؟ هتاخديهم ان شاء الله. انا مش عاوزه غير، وحشوني يعني هم دلوقتي، واحد مش هقول لك انا نفسي اسمع صوتهم. انا عايزاكي توجهي لهم رساله على الهوا دلوقتي. انا بقول لجنه لو هي سامعاني، انا يا قلب ماما عمري لحد ما اموت انا هفضل هجري وراكم انت واخوك لحد ما هرجعكم وهجيبكم، لان انا امكم اللي جبتكم للدنيا. اي كلام جدتهم بتقوله لهم، مامتكم كانت هتبيعكم، مامتكم. انا لما شفتهم في المدرسه ستهم بتقول لهم مامتكم هتديكوا لعمه، عمه هيبيعكم وعمه هيشتري الكليه والقلب. واطفال، اطفال لما تسمع الكلام ده، العيال كشت مني وجري. طلعوا عليا الجد والجده في البلد ضربوني، وقالوا للناس ان انا جاي اخطف الاولاد، ان انا مش امهم، لان طبعا ما حدش عارف ان انا من 7 سنين سايبه المكان. خدت فرشي، خدت جوزي، بقت تقول ابنها انا سبت لها ابنها، مش مهم، انا مش عايزاه من وش امه، مش عايزاه، بس ولادي لا، دول ولادي انا، دول ولادي. يعني انا ام، انا عايزه اطالب اي حد حقوق الامومه، الطفوله، نجده الطفل، اي حد يساعدني ان انا ارجع ولادي، حقوق الانسان. انا دلوقتي مش عايزه حقي في الضرب، انا معايا تقارير طبيه مدمرني ومبهدلني ضرب، انا عاوزه ولادي ان شاء الله. أنا صوتك ان شاء يعني الله، ان شاء الله صوتك يوصل وولادك يرجعوا لك ويرجعوا لحضنك قريب ان شاء الله. انا عايزاكي تجمدي كده وتكملي معركتك، وان شاء الله ولادك يرجعوا لحضنك. مصيبه كبيره واتهام كبير. انا اتنزلت واتغاضيت عن حاجات كتير من الاول، وده كان سوء اختيار مني، وكان تسرع مني ان انا ما اتقنتش، وان انا وافقت، وان انا اتنزلت كتير. وده ما ينفعش، اي بنت غيري لازم تفكر كويس، ولازم تاخد وقتها، ولازم تدرس اللي قدامها.